يراهنون بها على طبيعة العلاقات اللي يبحثوها مع السعودية الآن، يريدون يطبعون مع السعودية بشكل أكبر لقطع الطريق على إسرائيل، أي سيناريو تطبيع أو علاقات مع إسرائيل. وأيضا ربطوا الأمر بالسيد مصطفى الكاظمي، أنه هذا الرجل يجب أن يأتي، طرح اسمه بالبلومبرج الأمريكي، يجب أن يكون هو على رئاسة الحكومة القادمة حتى نقدر ننجح بهذا الموضوع. هل هذا يعطينا سيناريو قادم ممكن نقدر نتوقعه في الداخل العراقي؟ يعني السؤال تريد اجاوبك على الداخل العراقي صح؟ جاوبني عليهم اثنينهم. اثنينهم اوكي. شوف بما يخص موضوع الداخل العراقي، الداخل العراقي هي شوف حتى العمليه الانتخابيه جزء من حاله تسويه سعوديه الايرانيه. يعني هي لذلك ايران لم يعني انا تابعت الاعلام الايراني ايام الانتخابات، مو يعني ليس كمثل الانتخابات السابقه او دعم مباشر، كان اعلام هادئ، المواقف السياسيه لم تكن متشنجه ايرانيا، ايران وقفت على الحياد، لم تاخذ موقف مباشر من جهه معينه، لان مثلا علاقتها بكتله فتح معروفه فلا تحتاج ان تبين هذه العلاقه، ولكن مع يعني كانت في هذه الانتخابات وكانها مراقبه، يعني تراقب ماذا سيحصل. انا اعتقد انا افهم ماذا كيف يتصرف الايرانيون. أنا أعتقد أستاذ أحمد هذا الهدوء هو مرتب بزيارة السيد الكاظمي وذهابه إلى السيد الخامنائي واللقاء برئيسي في أول زيارة بعهد رئيسي إذا تتذكره، أيضا يمكن مرة حكينا عليها. نعم. فذهاب السيد الكاظمي هي لترتيب أوراق المرحلة القادمة. إيران اشترطت بحسب وجهة نظري وتحليلي أنه عملية تنظيم إعادة العلاقة، لأن إيران بدأت يعني تشعر انه هي في عداء مع الكل، خصوصا احتاجت ترتيب العلاقات مع السعوديه بعد ازمه اذربيجان وتركيا. هذا موضوع مهم جدا، لانه روسيا تدفع بايران لمواجهه اذربيجان وتركيا في تلك الحقبه، وايران ايضا متضرره من اغلاق ممراتها التجاريه وفرض عقوبات، يعني فرض ضرائب في هذا الوقت الصعب على البضائع الى ارمينيا. هذا موضوع مهدد، يعني اضافه الى قضيه المياه في شمال ايران. فهي باحوج الحال للتهدئه الان على الجبهه العربيه. ولذلك ذهبت باتجاه يعني اول شرط اشترطوه بالمحاوره مع السعوديه هو فتح القنصليات. ماذا يعني هذا؟ استاذ احمد ايران اشترطت قبل مناقشه ملف ايران ملف اليمن عفوا نفتح السفاره القنصليه في مشهد السعوديه ونفتح القنصليه في السفاره في جده. هذا اشتراط ايراني. هذا يعني انه ايران تريد تسارع بعمليه التطبيع. السعوديه المتعنته شوف لا احد يعرف حتى هاي الصحيفه اللي ذكرتها نعم لا احد يعرف تفاصيل ما دار بين الاطراف، لا العراق صرح ولا ايران صرحت ولا السعوديه صرحت، بس انا قراءتي للواقع السعوديه متشنجه، السعوديه تريد ايقاف استهداف مواقع الطاقه. استاذ احمد نصف انتاج النفط السعودي خارج الخدمه، المحطات الرئيسيه قصفوها الحوثيين.